لاعبة جمعت بين العديد من صفات لاعبة كرة السلة العصرية من الخفة والرشاقة وطول القامة والسرعة والفنية العالية، كلها ميزات رافقت اللاعبة اللبنانية لكرة السلة مايا أديب منذ بداياتها الأولى مع التحدي والمنافسات، عندما رسمت لنفسها سلم الصعود إلى مستوى النجاح والتألق. بلشت كان عمري 7 سنين تقريبا، كان احنا في عندي بيرسونال كوتش كان يدربني، هو اكتشف انه انا جاهزه لألعب، صار يدربني وهيك شوي شوي، بعدين ربيت مع فريق المدرسه، بعدين نقلت على فريق المتحد اللي هو صار هلا فيرست ديفيجن بلبنان، ومن بعدها اضطرينا نسافر على دبي وبلشت مع نادي النصر، من وقتها انا معهم، صار لي مع نادي النصر 7 سنين، ورحله كثير حلوه وتيم كثير رائع يعني الفريق. كتير حققنا فرص، وأول وقت بلشوا أول المباريات actually الليجز، أول ليجز نحن أخذناه مع نادي النصر، شوي شوي صارت تتطور اللعبة، صاروا يفوتوا أجانب على الفريق، يعني دايما عم نربح عن نفوز الأول. لقيتها والله مستواهم للبنات حتى لللوكلز الإماراتية كتير محسن، وشوي شوي كمان عم ينرفع مستوى اللعبة، مثل ما شفت اليوم مع الفريق اللي لعبنا ضدهم تاعين السيدات، في كذا حدا كذا لعيبة they're very good ما شاء الله عليهم، هن الإماراتية حتى بنادي النصر عندهم فريق كمان منيح مستواه. مايا أديب من اللعبات المميزات عنا ومن اللعبات الأساسيات. هلا هي صار معنا بنادي النصر 7 سنين، شاركت معنا بكثير بطولات واحرزنا فيها المراكز الاولى. رحله لبنانيه وعربيه ناجحه مع كره السله، جمعت من خلالها مية خبره السنوات الطويله، خبره قد تكون البوابه الكبيره لهذه اللاعبه لدخول عالم التدريب من ابوابه الواسعه. هلا انا يعني خلص المفروض بلش بقى اعمل كوتش، sometimes I do، كنت عم بعمل كمان ميني كوتش باسكتبول، ان شاء الله هذا هو الشيء رح اعمله. شو هو؟ ميني باسكتبول كوتش للصغار، يعني عم تحكي اعمار 5 ل 10 تقريبا، كل شيء في اكسبيرينس اخذناه اكشلي نقدر مثل ما بيقولوا نشاركها مع الاولاد الصغار، كمان نحمسهم للعب لانه هن المستقبل. بخبره السنوات الطويله على ملاعب السله العربيه، فان مايا أديب بإمكانها تحقيق النجاح في عالم التدريب بعد نجاحها كلاعبة والمساهمة في اكتشاف لاعبات عربيات مميزات، إن قدم أحد الأندية العربية لمايا الدعم ومكنها من تدريب سيداته. لاعبة مميزة تتمتع بمؤهلات فنية عالية، ساهمت بقسط وافر مع زميلاتها في تحقيق نجاحات الفريق الإماراتي نادي النصر لكرة السلة. اللاعبة اللبنانية مايا أديب تطمح إلى البروز على الساحة الرياضية والعربية والدولية في رحلة ما زالت طويلة في ملاعب كرة السلة. نبيل معلي، واليوم على الحرة الشارقة.